الشيء اللي وقع هو مكتئب اصاحبي، هادشي اللي غنقول مكتئب، حيت الثلاث ايام هادي مسكين هو حس براسو شويه مزير، ولكن ملي مشى للماتش بحال زاد اثر عليه. الشيء اللي كاين اخويا، الشيء اللي عندنا نقول لكم. يعني واش كان متابع لكرة القدم؟ هو عزيز عليه الكرة ودادي والمنتخب والعفيرة الناظور، كان كيلعب هو الكرة في الصور ديالو، العفيرة الناظور وعزيز عليه الكرة، بحال هذيك الكرة بحال وحلت لينا دابا. يعني قبل المباراة واش تلاقيتو به؟ لا، كان ثلاث أيام قبل من المباراة هو كيحس براسو ماشي هو هذا، كيقول لي الصدر ديالي كيضرني، ونهار الماتش حس براسو داك الشيء كيقول لي راه طلع لي للفوق. صافي مسكين ني مشى تفرج في الماتش، واش داكشي كمل عليه؟ حيت ما نقدرش نقول لك شي حاجه واش الماتش فري ولا لا، حيت واش كمل عليه ولا ما كملش عليه ما تعرفش، تقدر تكون سبب من الاسباب وصافي. نعم. هادشي اللي كاين اخويا. اسمح لي، انتما كيفاش تلقيتوا الخبر الوفاه؟ واش غنقول لك انا يلا مع سر الماتش مع مشيت كنجري مع مشيت ما كتلقى باك في الكرسي مولا من قدامات كتمشي كتلقاها، واش غنقول لك؟ ما داكشي ما تقدرش تعبر، راك عارف هذيك ديك كتوحل، راك تعرف ما دير، كتلف تمشي معاه في لومبيلونس، راك عارف السبيطار والاجراءات حتى الليل عاد باش كتجي كتدخل للدار. يعني انتم يعني كنا نقول ما تقدرش تحطوا اللوم على المقابله ولا المباراه. واش غادي نقول لك؟ يقدر حيت هو فهمتي هو كويري وعزيز عليه الكره، ولكن اش غنقولوا؟ هذا قدر الله، ما نقدرش نقولوا 100%، ولكن لا اله الا الله، بغى الله وصافي، بغات ويجيب هاد الاسباب وصافي. الله يصبركم. اللهم امين اخويا، اللهم امين. شوف نقول لك الاخ الخال ديالي سي انسان، واحد انسان رياضي محض، ماشي شي واحد لانه ما مولعش بالكره، انه كان من القدماء ديال المغرب التطواني في صغره، كان في الوداد وكان في الرجاء وكبر في المدينه القديمه، وتعرف الناس دابا ديال الكره في هذا الزمان هذا انه كيفاش كيكونوا، ملي كيكون انه عنده واحد المولعه كبيره راه كتوقع هاد المشاكل بحال هذا الشكل هكا. حنا تصدمنا في الموت ديالو مفاجئ، وانا كنت كان بعض المرات كنشوفو ملي كنكون تفرج معاه، بعض المرات كتكون هذيك الحاله ديال الهستيريا اللي كتكون ديال الكره، راه كتعرف شنو كتوقع الانسان، وهو اساسا عيان واحد شي شويه ما الحمد لله. ولكن المشكل الوحيد اللي وقع في هذا الموت ديالي راه فاجئنا والمغاربه ديالنا تقريبا، الخال ديالي راه ماش غنقول لك اي مغربي كما هو كيموت على بلاده، كيموت على الرايه ديالته، كيموت على انه الغيره اللي جعلته انه، والله سبحانه وتعالى كتب لي في هذه اللحظه وفي هذه الساعه وفي هذه الدقيقه انه باش يموت، هذا هو اللي قسم لي الله سبحانه وتعالى. والحمد لله على كل حال، وكنشكر كل السلطات المحليه اللي قامت واحد الواجب كبير معنا، ودابا الحمد لله راه حنايا دابا في اطار انه باش ان شاء الله نحطوه في القبر ديالو ونودعوه المسوى ديالو الله خير ان شاء الله، ونطلب الله اللي حاش منه وصافي. هذا الشيء اللي كاين، وهذه عبره تقريبا كنطلبها من جميع الناس لانه مولعين انهم يحتاطوا من هذه الامور هذه في هذه الفتره هذه بالذات، انه راه ماشي الحاله الاولى، راه دابا خالي راه هو الحاله الثانيه من بعد السيد ديال الوداد والرجاء اللي كان وقع عليه نفس المشكل، ما بغيناش تكرر عاوتاني لواحد العائله اخرى اللي يضرهم في خاطرهم في هذه المسائل هذه بحال هكا. يعني هذه رساله ديال الناس اللي كيتعصبوا داخل، بطبيعه الحال كل شيء اللي كيتعصب داخل المقابله واللي كيتعصب خارج المقابله واللي كيقوم انه هو كيسميتو باش ياخذ واحد العبره كبيره بالنسبه للناس، راه اللي يربح ربح واللي خسر خسر، واللي توج توج واللي ما توج راه ما توج، والباقي شكون اللي كيخسر؟ هما حنا بحالنا، حنا دابا اللي انسان انه هو كان نعم الخال والحمد لله. شكرا جزيلا، تبارك الله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.